السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ضمن برنامج الدورة العامة في الصيام، موضوعنا في هذا اليوم هو مقاصد الصيام. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه لصالح الأعمال وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ثم إن الله جل وعلا اختص هذه الأمة بشهر رمضان وميزها به عن غيرها في الصيام، وجعله ركناً من أركان الإسلام، واختص الله تعالى هذا الشهر بعدد من الخصائص، وفضله بعدد من الفضائل، وميزه بعدد من العبادات. يأتي في مقدمتها فرضية صيامه على هذه الأمة. فرضية الصيام التي عظمها الله سبحانه وجعلها الركن الرابع من أركان الإسلام، حيث قال نبينا صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. متفق عليه. كما اختص الله جل وعلا هذه العبادة دون غيرها من سائر العبادات من حيث أن الله تعالى نسبها إليه، حيث قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا التميز دليل على عظم شأن هذه العبادة وأثرها ومردودها على الإنسان المتلبس بها. والله تبارك وتعالى خاطب المؤمنين من هذه الأمة وقال لهم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. إذن المقصد هو التقوى، هو تحصيل هذه التقوى. والتقوى من أهم أسبابها الصيام، فالصيام ينتج أثراً بيناً وواضحاً على صاحبه من التقوى. ومن هنا جاء موضوعنا مقاصد الصيام. المقاصد كما يقول أهل اللغة جمع مقصد،
ومقصد بالكسر أو بالفتح. وهذا الفعل له معاني كثيرة في اللغة، كقولهم قصدت الشيء أو قصدت له أو قصدت إليه، أي طلبته بعينه. فالصيام له مقاصد تطلب بعينها، وأعظمها تقوى الله. فنحن عندما نصوم نقصد بهذا الصيام أن نصل إلى درجة التقوى، والتقوى هي أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. وبمعنى آخر أن تجعل بينك وبين عذاب الله تعالى وقاية بالمسارعة لما أمر والابتعاد عما نهى. فهذا مقصد من مقاصد الصيام. وجملة المعاني اللغوية لكلمة مقصد طلب شيء بعينه والتوجه إليه واعتماده واستقامته وتوسطه. والشريعة لها مقاصد ويجمعها شيء واحد، وهو تحقيق المصالح العاجلة والآجلة للعباد. فالله تبارك وتعالى خلقنا لأجل مقصد وأشرف غاية، وقال لنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله تبارك وتعالى لم يخلقنا لأجل أن نلعب ونحصل المال ونفرح ونسرح ونلهو، وإنما خلقنا في هذه الأرض لنعمرها بعبادة الله تبارك وتعالى، بتوحيد الله والوقوف عند حدوده. فالله تبارك وتعالى بيّن أن المقصد من خلق الخلق وهم الإنس والجن هو العبادة له وحده دون سواه. والحكمة والغاية من هذه العبادة هو حصول التقوى، كما قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلقكم أنتم أيها الحضور والأجيال السابقة الذين سبقوكم من آباء وأجداد وأصول قريبة أو بعيدة، كله لأجل أن تتقوا الله وتعمروا هذه الأرض بعبادة الله تبارك وتعالى. وذكر الله تبارك وتعالى في مواضع كثيرة آثار هذه التقوى على الفرد وعلى المجتمع، على الإنسان شيء مباشر، كقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا شيء يشاهده كل أحد منكم ويعيش. ويقول جل وعلا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وهذا ثواب أخروي، يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وهذا مقصد عظيم. السلامة من آثار الذنوب التي وقعت في سالف الأمر، وارتفاع المنازل والدرجات العالية في الجنة، هذا مقصد مهم. فقيام العبد بالعبادة التي أرادها الله تعالى منه إنما هي لمصلحته هو، لمصلحة العبد، كما قال جل وعلا ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. الله تعالى غني عنا ونحن الذين نحتاجه،
وطلب منا شيئا واحدا أن نعبده وحده ونحصل على الثواب الجزيل والأجر العظيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن افهم يا عبد الله أن الله تبارك وتعالى عندما يأمرك أو ينهاك ولا يريدك أن تزيد في ملكه ولا أن تشرفه ولا يحتاجك في شيء، وإنما يريدك أنت أن تحصل على ثواب هذا العمل والأجر المترتب عليه، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الموت والحياة لأجل الاختبار والامتحان للناس في هذه الدنيا، ليميز الخبيث من الطيب. وإلا فإن الله تبارك وتعالى غني عن العباد. والمقاصد الشرعية كما ذكر العلماء رحمهم الله تنقسم إلى اعتبارات كلية أو جزئية. فالقسم الأول المقاصد الكلية، وهي المقاصد العامة من الشريعة في أوامرها ونواهيها، وهو التعبد والتدين لله تبارك وتعالى بإخلاص العمل لله والوقوف عند حدوده. ومن المقاصد الكلية جلب المصالح ودرء المفاسد. فالشريعة دائما تتيح المجال لتحقيق المصالح وتغلق الأبواب عن المفاسد، فكل باب يفتح على المسلمين شرا تغلقه، وكل باب يفتح لهم خيرا أو يجلب لهم خيرا تفتحه وتيسره. وهذا قاعدة عامة في حياة الناس الخاصة الفردية والاجتماعية. وهناك مقاصد جزئية لكل مسألة أو كل حكم أو كل حادثة ونحو ذلك. ومن هنا جاء بيان الأحكام الشرعية على التفصيل في مسائل العبادات وفي مسائل المعاملات وفي مسائل الحقوق والواجبات والأخلاق. على سبيل المثال الصلاة المقصد الأعظم هو عبادة الله تعالى والتعبد لله تبارك وتعالى بقيام وركوع وسجود وجلوس. هذه مقصد أسمى وأعلى، وينتج عن ذلك مقاصد أخرى تتبعها تعود عليك أنت مباشرة بالنفع. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا أن الإنسان وقف بين يدي الله في اليوم والليلة 5 مرات وهو يقول يا رب يا رب يا رب، ويحمده ويثني عليه ويسأله ويطلب منه المغفرة ويثني عليه في ركوع وسجود، إذن هو مستحضر لعظمة الله تعالى في كل وقت، ويشعر بأنه على اتصال دائم مع الله تبارك وتعالى وأن الله معه. وهذا ارتباط وثيق. وسميت الصلاة صلاة لأنها صلة بينك وبين الله، بينما لها آثار كثيرة لا تعد ولا تحصى. اجتماع أهل الحي في اليوم 5 مرات، تفقدهم لمن غاب منهم من بسبب مرض أو حادث أو غيره، احتياج بعضهم لسد عوزه، التواصل بينهم، التعاون فيما بينهم، التناصح فيما بينهم، وغير ذلك من الأمور الأخرى الكثيرة التي ليس هذا هو مقام ذكرها. وأما موضوعنا في هذا اليوم وهو الصيام، فالصيام لغة هو الإمساك المطلق عن أي شيء كان. وأما معناه الشرعي
هو الإمساك عن الشهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج، في مدة معينة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الإمساك عن المفطرات من الأكل والشرب والجماع ونحوها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا هو الصيام المطالب به في اصطلاح هذه الشريعة. إذا أطلق لفظ الصيام فإن المراد به هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومقاصد الصيام هو تحقيق تقوى الله تعالى، فقد قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم ذكر أياما معدودات، فمن كان له عذر من سفر أو مرض فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذه نسخ حكمها الظاهر وبقي معناها في حق الذي لا يستطيع الصيام لمرض مزمن أو عجز مستديم، كمن كان مصاب بمرض أو كبير السن لا يطيق الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. ثم ذكر الله تعالى شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، من شهد منكم الشهر فليصم. وهذا أمر الله تعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من كان حيا وقت رمضان فليصم رمضان. وهذا هو فرضية صيام شهر رمضان على هذه الأمة بهذه الآية. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. دين الإسلام دين سماحة ويسر، الإنسان إذا كان مسافر أو كان مريض فإن شريعتنا هي شريعة السماحة واليسر، ليس فيها حرج ولا عصار ولا أغلال. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالحمد لله والشكر لله أن جعلنا من أهل الإسلام وأن جعل هذه شريعتنا مبنية على السماحة واليسر. وجوهر التقوى الذي ذكره الله تعالى هو تحقيق مراقبة الله تعالى في السر والعلن، بمعنى أنك تستحضر عظمة الله تعالى ومراقبته لك في كل أحوالك، سواء كان الإنسان بين الناس أو كان خاليا، فإنه يشعر بأن الله تعالى يطلع عليه وعلى أحواله. ومن هنا جاء تميز الصيام بأن جعله الله تعالى له دون غيره من سائر الأعمال، لأن الصوم لا يدخله الرياء ولا ينفع فيه الرياء. الإنسان قد يصلي لأجل أن يشاهده الناس كما حال المنافقين في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يحافظون على الظهر والعصر والمغرب، لكن الفجر والعشاء لا، لأن الدنيا ظلام وما في أحد يشوفه وهم لا يصلون لله. لكن الصوم كل إنسان يستطيع أن يفطر ولا أحد يعلم به ولا أخص الناس إليه، فكون الإنسان
يصون صيامه ويحفظه طيلة الوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس دون أن يخدش حرمته ويخل فيه، هذا دليل على أنه صام لله، لأن كل واحد يستطيع أن يغلق على بابه غرفته، يغلق غرفته عليه ويأكل حتى يشبع ويخرج للناس ولا أحد يدري أنه أكل أو لم يأكل إلا الله جل وعلا. فجوهر التقوى هو تحقيق مراقبة الله تعالى في السر والعلن، وهذا ما يربيه الصيام في قلب المؤمن. فالمؤمن يتربى على هذا 30 يوما أو 29 يوما وهو مستمر على هذه الحال، فلا ينتهي الشهر إلا وقد تربى الإنسان على انضباطه في الأمانة وحراسته لنفسه ومراقبته لتصرفاته وهيمنته على أموره، فلا ينفلت وإنما يكون منضبطا. يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون، فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه، فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه، يترك هذه الأشياء متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه، فهذا من التقوى. فهذا المعنى الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو رمز مهم في حياة الإنسان، وهو أن الإنسان يجعل من نفسه مراقبا على نفسه، يصون نفسه ويحفظها من أن تنخدع، فيكون هو المراقب عليها ويحفظها من أن تتردى. ومن ذلك أيضا أن الصائم يتدرب أو يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهواه نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله تعالى عليه. وهذا درس تربوي يدرب به الإنسان نفسه على الانضباط وعدم التهاون والميوع أمام الشهوات، وإنما يكبح جماح شهوته وما تمليه عليه من حاجته للأكل أو حاجته للشرب أو حاجته للجماع لوجود وازع ذاتي عنده يمنعه أن يتردى أو أن يقع فريسة لهواه. وهذا أمر عظيم إذا حصل عليه الإنسان فإن هذا من عون الله تبارك وتعالى له على هذا الأمر وتكريمه له. ومن مقاصد الصيام تدريب النفس على الإخلاص لله تعالى، فالصوم في نفسه سر ليس فيه عمل مشاهد، وجميع أعمال الطاعات بمشهد من الخلق ومرأة، والصوم لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه أو يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. الحديث متفق عليه. وقد ذكر الأئمة في سبب تفضيل ونسبة الصيام إلى الله تبارك وتعالى أقوالا عدة.
أحدها أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره. يقول القرطبي رحمه الله: لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله جل وعلا، فأضافه الله تعالى إلى نفسه. ولهذا قال في الحديث: يدع شهوته من أجلي. قال ابن الجوزي رحمه الله: جميع العبادات التي تظهر بفعلها، وقل أن يسلم ما يظهر من شوب بخلاف الصوم. يقول إن العبادات كلها من الشهادتين والصلاة والزكاة والحج، وكلها عرضة لأن يأتي الشيطان يوسوس لك بأن تعملها لأجل فلان، أو الناس يتحدثون عنك بكذا فتحسن هذا الشيء، أو إنسان يذهب للصلاة ويدخل المسجد يريد أن يصلي لله ويكبر تكبيرة الإحرام فيرى شخصا ينظر إليه فيحسن صلاته من أجل هذا الذي ينظر إليه. الله تعالى لا يقبل هذه الصلاة لأنك حسنتها من أجل فلان. لكن الصيام ليس فيه شيء من هذا، كل الناس لا يأكلون ولا يشربون في وقت النهار في رمضان، فما في مجال للرياء، وحينئذ صار من صام صوما صحيحا ولم يخدش صيامه صار عمله يجزى عليه بدون حد، بلا حد ولا عد، لا في العدد ولا في الكمية. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن الله تعالى اختص لنفسه الصوم من بين سائر الأعمال، وذلك لشرفه عند الله ومحبته له وظهور الإخلاص له سبحانه فيه، لأنه سر بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله. فإن الصائم يكون في الموضع الخالي من الناس متمكنا من تناول ما حرم الله عليه بالصيام فلا يتناوله، لأنه يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته وقد حرم عليه ذلك، فيتركه لله تبارك وتعالى خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه، فمن أجل ذلك شكر الله له هذا الإخلاص واختص صيامه لنفسه من بين سائر أعماله. ولهذا قال: يدع شهوته وطعامه من أجلي. قال: وتظهر فائدة هذا الاختصاص يوم القيامة، كما قال سفيان ابن عيينة رحمه الله: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويعدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى إذا لم يبق إلا الصوم يتحمل الله عنه ما بقي من المظالم ويدخله الجنة بالصيام. هذه المسائل ونحوها هي من الأمور المبشرات المفلحات للإنسان، وهو أن الله تبارك وتعالى جواد كريم رحيم غفور ودود، فما علينا إلا أن نسلك الطرق الموصلة إليه، ومن أهمها وأيسرها وأسهلها الصيام. ولهذا جاء في الأحاديث أن من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة. إذا صمت يوم صيام تطوع ليس فريضة، فإن الله تعالى يبعدك بهذا اليوم عن النار 70 سنة مسافة، وهذا خير كثير. وإذا أن الإنسان صام من الشهر 3 أيام فقد حصل خيرا كثيرا، والحسنة 10 أمثالها،
وإذا صام الإنسان الاثنين والخميس معها حصل خيرا كثيرا. فمن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. وأيضا من مقاصد الصيام، وهذا مقصد مهم، قهر العدو، قهر لإبليس. فإن وسيلة الشيطان هي الشهوات. الله تعالى لما لعن الشيطان، لعن إبليس وطرده، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، ففرح الشيطان وقال لأغوينهم، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال لأحتنكن ذريته، ذرية آدم. فالله تبارك وتعالى شرع لعباده الاستغفار من الذنوب التي تقع، فإذا وقع الإنسان فريسة للشيطان فإنك تدفعه بالاستغفار الحقيقي الصحيح. ومن ذلك أيضا قهره بالصيام، لأن الصيام يسد مجاري الشيطان في عروق الإنسان فيتغلب على شهواته ويقمع جماحه وشدته في ارتكاب شهوات، ويحسب للعمر حسابا إذا صام. وهذا ملحظ يشاهده كل إنسان، زيادة على ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة مما يحصل في أول ليلة من رمضان من تصفيد الشياطين وربطهم، فلا يخلصون في رمضان إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره من الأشهر، وإنما يربطون ولا ينساق ويجري وراء الشيطان إلا الإنسان الذي لا يحتاج إلى جهد من إبليس، وإنما هو مهيأ ومستعد لتلبية الطلبات بأدنى الإشارات. ففي الصوم قهر لعدو الله، فإن وسيلة الشيطان هي الشهوات، وإنما تقوى الشهوات بالأكل والشرب. يقول الشيخ ابن سعد رحمه الله: الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه وتقل من الإنسان المعاصي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصح الشباب بالصيام إن عجزوا عن الزواج، لما للصيام من آثار عظيمة في كبح جماح النفس وكسر وطأة الشهوة، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والوجاء يعني خصاء، يعني يحد من شهوته، يعني يصير الإنسان بالصيام ضعيفا، ليس عنده جموح وجنوح، وإنما يحسب لكل شيء حساب وتهدأ شدته وقوته، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، بمعنى أنه وقاية وحماية، أن ينزلق الإنسان في مزالق الهوى. فبالصيام ينزجر العبد عن خواطر المعاصي والمحرمات، وذلك أن النفس إذا شبعت
طمحت إلى المعاصي. هذا يلاحظه كل إنسان، إنسان إذا شبع تتحرك شهواته ينشط على الأعمال، لكن إذا جاع وضعف فإنه تضعف قواه وشهوته، فإذا جاعت تشوفت إلى المطعومات والمشروبات. ولذلك قدم بعض أهل العلم الصيام على سائر العبادات، فسئل عن ذلك فقال: لأن يطلع الله تعالى على نفسي وهي تنازعني إلى الطعام والشراب أحب إلي من أن يطلع الله علي وهي تنازعني إلى معصيته إذا شبعت. ولما كان الصوم على الخصوص قمعا للشيطان وسدا لمسالكه استحق التخصيص بأن ينسب إلى الله عز وجل، لأن فيه قمع لعدو الله، وقمع عدو الله نصرة لله تعالى، وناصر الله جل وعلا موقوف على النصر له، لأن الله تعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا نصرت الله تعالى بالصيام الذي يمنع من الشهوات والانخراط في المعاصي فإن الله تعالى ينصرك ويقويك ويعينك ويحفظك. يقول: فالعبد يبدأ بالجد والاجتهاد بالصيام، والله تبارك وتعالى يجازيه بالهداية والتوفيق. ولذلك قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالإنسان يجتهد في تحصيل ما يقربه إلى الله جل وعلا، وما يناله من التميز بخصوصية الثواب بلا عد من عند الله تبارك وتعالى بهذه العبادة. وهذه مكرمة عظيمة لو قيست من مقاييس البشرية التي تعامل بها الناس، ولله المثل الأعلى، لوجدت أن الناس ينكبون انكبابا شديدا على الأمر الذي يعطي فيه الحاكم أو الوالي مبالغ وجوائز من دون تحديد ويتقاتلون عليها. والله تبارك وتعالى جعلها لهم في هذا الصيام، وهو سر من الأسرار. قد يصوم الإنسان ولا يعلم به أحد حتى أهله. وقد ذكر عن بعض الصالحين، وهو صاحب حانوت تاجر من التجار، أنه كان يكثر من الصيام ولم يطلع أهله على ذلك، لأنه كان يذهب في الصباح يصلي الفجر ويذهب إلى عمله ويعود لهم بعد أن يصلي المغرب، فكان يبقى في حانوته بين الظهر والعصر نائما. ومعه فطوره ولا يطلع أهله على صيامه، وهذا من أسر الأسرار. فجعل ما بينه وبين الله خبيئة بهذه العبادة العظيمة. ثم إن من مقاصد الصيام تزكية النفس وتطهيرها من سيء الأخلاق ورذائل الصفات، وذلك أن الصائم حال تلبسه بهذه العبادة يدرب نفسه على محاسن الأخلاق والبعد عن قول الزور والفحش واللغو والرفث، وهذا مقصد واضح من مقاصد الصيام.
يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يقول تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الأمة وعامرا لهم بالصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله عز وجل لما فيه من زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة. فتزكية النفس أمر جوهري يحصل عليه الإنسان بعد التدرب على الصيام لعدة أيام، ويدرك هذا واضحا وجليا في تعاملاته، في تعامله مع نفسه وتعامله مع أهله وتعامله مع الناس. فالإنسان الصائم يختلف عن الإنسان غير الصائم. لأن الإنسان الصائم إنسان منضبط في كل أموره، وإنسان مرتب في كل شؤونه. على سبيل المثال، الصائمون لا يمكن أن يفطر أحدهم قبل غروب الشمس ولا بلحظة واحدة. أحياناً تشاهدون وقت الصيام في رمضان وغيره، الناس ينتظرون الأذان، فإذا أذن المغرب بدأوا الأكل والشرب، والطعام أمامهم من مدة، قد يكون له وقت وهو موضوع أمامه، لا أحد يفكر في أن يأخذ منه شيئاً. المانع من هذا هو الوازع الموجود في داخل الإنسان، وهذا يدرب الإنسان على الانضباط في كل شيء، كما هي أحكام الشريعة كذلك من الصلاة والزكاة والحج وغيرها، كلها منظمة وعملها منضبط. والصيام واضح فيه هذا بنص القرآن في قوله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا منهج سوي وتربية للنفس وضبط لها. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. هذا الحديث هو أثر من آثار الصيام الواضحة. فطبيعة الصيام تنبه الإنسان على الانضباط وعدم اللغو وعدم الاعتداء وعدم قول الزور وعدم عمل الأعمال المشينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين بهذا أن الإنسان الذي لا ينضبط، الله تعالى ما فرض عليك الصيام لأجل أن تجوع أو لأجل أن تعطش، وإنما فرضه عليك لتزكية نفسك. فتزكية النفس مقصد من مقاصد الصيام. فالإنسان الذي لا يبالي وهو في صيامه وفطره في حال سواء، هو لم يستفد من الصيام ولم يتربى على هذه العبادة ولم تؤثر فيه. وهذا دليل على خلل في صيامه، إما في إخلاصه لله وإما في خيانته بتعاطي المفطرات سرا، كأن يرتكب شيئا من المفطرات. فمقصد الصيام هو تربية الأمة، تزكيتها وصلاحها وفلاحها وسمو أخلاقها. أيضا من مقاصد الصيام تكثير الصدقات، وذلك أن الإنسان إذا صام وذاق مرارة الجوع والعطش حصل عنده عطف ورحمة على من لا يجدون طعاما طيلة العام من الفقراء والمساكين الذين لا يجدون القوت أو لا يجدون إلا شيئا يسيرا.
فليس الخبر كالمعاينة. فالإنسان الذي يحس بما يحس به الفقراء ليس كمن يقول له إن الفقراء جياع، فإذا جاع هو قال صحيح والله مساكين ونحن بخير ونعمة وعندنا مال، إذا نسارع لمساعدتهم وسد عوزهم والإحسان إليهم لينعموا مثل ما ننعم، فيسارع العبد إلى أعمال البر ومساعدة المحتاجين والعطف عليهم ورعاية شؤونهم ونحو ذلك. ومن مقاصد الصيام تكثير الطاعات والاجتهاد فيها، وذلك أن الإنسان إذا تذكر جوع أهل النار وظمأهم حثه ذلك على تكثير الطاعات لينجو بها من النار. أنتم تلاحظون هذا في نفوسكم، إذا صمتم صرتم تتلفتون عن المصحف أين هو لتأخذوه وتقرأوا فيه، وتتريثون في المسجد وتكثرون من نوافل العبادة وتبكرون للصلاة، وهذه كلها من الطاعات. فالصيام مفتاح لكثير من العبادات والطاعات التي يغفل عنها الناس. وكما تشاهدون المساجد في رمضان كيف تمتلئ، ويأتي أناس لا يشاهدون طيلة العام 11 شهرا لم نراهم، وفي رمضان يحضرون. فهذا فيه مواعظ وعبر ودلالات وتنبيهات للإنسان حتى أنه يستقيم على الحق. ثم إن في الصيام شكر لله تعالى، فالإنسان إذا صام عرف نعمة الله عليه في الشبع والري فشكر الله لذلك، فإن النعم لا يعرف مقدارها إلا من يفقدها، فإذا فقدها الإنسان لفترات وجيزة عرف أنه مدة طويلة هو يتقلب في أنواع النعيم، والله مغدق عليه ومنعم. ومن مقاصد الصيام وهي أمر ثانوي تحسين صحة الإنسان وتخليص له من السموم التي في جسمه، فقد أثبت الطب أثر الصوم على صحة الإنسان، وهذا يشاهده كل إنسان يعاني من السكر أو من الضغط وكثير من الأمراض الأخرى من الدهون وغيرها التي يعاني منها المجتمع في هذا الزمان أكثر من غيره. فصوم وتصح وتنعم بالخيرات وتشعر بنشاط وحيوية لم تكن معروفة في غير وقت الصيام. هذه جملة مختصرة في مقاصد الصيام التي ينبغي للإنسان أن يفرح بها ويعرف أن الله تبارك وتعالى لا يتعبدنا بعبادة إلا وهي نفع لنا ومصلحة لنا. فالعبادة هي طاعة لله واستجابة لأمره وانقياد لتكاليفه الشرعية، لكنها كلها تعود علينا بنفع آخر لم نحسب له حساب. فالصيام يعود علينا بمصالح طبية لم نضعها في الحسبان ولم تدر بخلدنا، وهذا من كرم الكريم تبارك وتعالى علينا، فنحمد الله على ذلك ونسأله المزيد من فضله وإحسانه. ثم إن الإنسان عليه أن يستعمل هذه النعم فيما يقربه إلى الله،
فيستغل كل ما أنعم الله تعالى به عليه من النعم لتكون أرصدة له في مخازينه ومستودعاته يوم القيامة، حتى أنه يجد أعماله تتضاعف وتتكاثر. والله يتولى الصالحين، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. والإنسان لا يمكن أن يظلم بحال من الأحوال، فمن يعمل شيئا قليلا أو كثيرا محسوب عليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيحرص الإنسان على استغلال كل فرصة من الفرص ليزيد رصيده من الطاعات، ويهيئ نفسه لاستقبال الشهر الكريم بالإقبال على الله والعزم الأكيد على أن يستغل هذا الشهر الكريم لمصلحته هو، باستفادة من وقته كاملا ومن قواه كاملة ومما يستطيع من المال في وجوه الخير والبر والإحسان، فيخطط لنفسه على أن لا يأتي هذا الشهر ويخرج منه إلا وقد حصل على المكرمات فيه جميعا، لا أن يكون من الذين يدخل عليهم شهر رمضان ويخرج وكأن لم يكن دخل. فنبيه صلى الله عليه وسلم دعا على من أدرك رمضان فلم يغفر له أن يبعده الله، دعا جبريل عليه السلام بهذا الدعاء أن من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم قل آمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. فلا يدخل علينا شهر رمضان ويخرج ونحن لم يغفر لنا، فإن هذا من أعظم الخسائر وأشد المصائب التي تقع لبعض الناس. نسأل الله أن يحمينا ويحرسنا وجميع المؤمنين عن أن يقعوا في ذلك، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام إيمانا واحتسابا، وأن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء ووباء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.